وعلى الصعيد الاقتصادي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الدولة في نوفمبر لعام 2016 نجحت في تحقيق معدلات تنمية إيجابية وتجهيز الدولة للانطلاق لمستقبل أفضل. وفي هذا الإطار شدد الرئيس السيسي على أن الدولة اختارت لمواجهة الجائحة استراتيجية للحفاظ على معدلات العمل مع اتخاذ إجراءات احترازية قوية تكفينا شر الوباء. احنا بدأنا في نوفمبر 2016 برنامج للإصلاح الاقتصادي، وأتصور ان احنا لو ما كناش أطلقنا هذا البرنامج واللي كان فيه قسوة شديدة علينا كمصريين، انا بتكلم على الشعب والرأي العام في مصر، أتصور ان احنا كان هيبقى موقفنا لو ما كناش عملنا هذا البرنامج ان كان هيبقى تداعيات الموقف الاقتصادي في مصر اكتر كتير لو ما كناش عملنا هذا البرنامج. احنا النهاردة خلصنا البرنامج ده اللي اطلقناه في نوفمبر 2016 زي ما قلت، خلصنا المرحلة الاولى وشغالين دلوقتي في المرحلة الثانية. انا عايز اقول لكم ان ده خلى الاقتصاد المصري مستعد يتحمل صدمات اكبر.